سلام. بابا. ناس المطار والروكافوندا، مرحبا بكم. هادشي معتبر الصراحة. كافاتيريا الزهور روكافوندا، شو المغاربة، شي حاجة فوق الخيال. يا قلاين تي غوستا استونو روعة. كافيتيريا الزهور، اوكي روكافوندا ماتارو، صنع مغربي. احنا مع الاخ جواد صاحب محل زهور. مرحبا بك اخي عبد الله، مرحبا بك انكم سوق المحل. اي جوا شنو غادي تقدموا للزبناء ديالكم؟ السلام عليكم. بعدا كنشكركم على هذا المجيء ديالكم، تبارك الله عليكم. ساكن كاميزا طلعوا علينا وقفوا معنا. مرحبا بكم. محل ديالكم هذا ماشي ديالنا، ديال الجامعه هذا، كنشوفوا الحي ديال النصران، الا كنشوفوا شي حاجه نتاع اليوم نجيونا هيدا. الصراحه هذا الشيء معتبر، برافو يا سينيورا الصراحه. من بعد غادي تشاهدوا المحل والمكان ديال المحل. قلت لي شنو هذا الجو ولا ساعه؟ عندي واحد الخطوط تقريبا كامل، يعني معروف في البلد ديالنا، خلي المغرب كامل هذيك الخطوط اللي كان كاين. اللي شهوه موجوده. اللي شهوه موجوده. ممكن مثلا بسطيلة ضريبة، كتشوف هنايا كلشي مصوب هنايا. يعني هذا الشيء باليد، كلشي على اليد. حتى حاجه ما مشيتش، يعني الحمد لله كنحاول ما امكن نديروا شي حاجه بيدنا، بحال كتاكل شي حاجه غير بزاف. هذا الشيء اللي كنضرب. غادي تعملوا الفطور؟ الفطور والمدينه دار يمكن حتى العشاء. والتوقيت تقريبا التوقيت عندنا من 7 الصبح حتى 11 الظهر. حتى 11 الظهر. يعني كل كيلو وما تشدوش. لا كل كيلو. ما كناش دايرين شي سوشي بحال هكا مطمئنين بيتزا. يعني كاين حتى المكان شي حاجه. طبعا الدراري كاع شي سريع. والسخون كاين شي صوبه، كاين شي حريره. موجودة كل شيء، الشوطة موجودة الحريرة مستقيم، كل شيء موجود. واللي زعما مرحبا بهم وصبروا معنا، ومرحبا بالدار. الله يسير. جواد هو صاحب الكارنيسيريه ديال جابر اللي هي في ابيلي رابيرو، والمحل هذا فين جا؟ كاي رفايل فريال. ايه كنت انا شي شويه حدا. نعم فريرة هذا حدا رفايل فريرة. بنتي سيتي حدا الطبيب، حدا المستوصف هنا ديال الروكافوندا، معروف كامبو ديال الروكافوندا. والاجواء لا ينطور لهم هيدا بابا؟ الاجواء الصراحه رائعه، والمكان رائع. دابا نوري لكم كامل
كامل. مرحبا بكم اخي جواد. شكرا الله يسير ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. اجي عند جواد لي زعما مرحبا به. اللي غادي يجي ما غاديش يندم لا الكليسه ولا الشيوه. داكشي على اليد. اما القهوه قيسه معتبره.